الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا في المجلس السابق عند الكلام على صفة العلو، وذكرنا أن أدلة العلو لها أنواع، يعني ليس الكلام عن أفراد أدلة العلو، فأفرادها ذكر بعض أهل العلم أنها تجاوزت 1000 دليل، لكن أنواع هذه الأدلة ذكرنا أن هذه الأنواع، والتي في كل نوع من هذه الأنواع أفراد، ما هي؟ السمعي والعقلي والحسي والفطري. طيب، دليل السمعي أيضا ينقسم إلى أنواع أيضا، ولنقل إن الأول أجناس وهذه أنواع، أنه في السماء وأنه فوق وأن الأشياء تنزل من عنده وترتفع إليه وأن شيئا عنده أيضا نزوله وكونه استوى على العرش إلى آخره. وذكرنا أن الفطرة هو أمر يعني يحسه الإنسان من نفسه ويجده عندما يريد أن يدعو الله تعالى في خلواته كذا. ذكرنا القصة التي ذكرها محمد بن طاهر المقدسي، كما ذكر ابن أبي العز الحنفي مسألة أو ما حصل بين أبي المعالي الجويني وبين الهمدان. ونأخذ الآن الآيات المتعلقة بهذا، ثم قرأنا هذه الآيات ولا ما قرأنا؟ ما قرأنا. العلو ليس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك، بل رفعه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، هذه من الأدلة، ولا نريد أن نكثر من الشرح فيها، ولكني سأسألكم عند كل دليل منها إلى أي قسم ينتسب، فلا بد من أن تكونوا منتبهين. قوله: الرحمن على العرش استوى، بأي دليل استدلنا الآن على العلو؟ دليل السمعي من جهة، ومن الدليل السمعي الاستواء، وثم استوى على العرش، قال في 6 مواضع. نحن ذكرنا أن الاستواء هو من النصوص، أو النصوص الاستواء من النصوص التي دلت على الاستواء الذي لا ينبغي تحريفه عن موضعه أو ما يسمى بالتأويل، لأنه قد تواردت النصوص على الموضع الواحد من غير اختلاف، فجاءت بلفظ ثم استوى الرحمن على العرش استوى، وبلفظ ثم استوى على العرش، وبلفظ ايش اللفظ الثالث؟ على العرش استوى الرحمن، عفوا، ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، وبعدين ثم استوى على العرش، فيه ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا في سورة الفرقان، يعني 3 صور، وفي كل صور جاءت بلفظ استوى، ما جاءت في أحد الألفاظ بلفظ الآخر بمعنى أو بشيء يشير إلى أنه غير مقصود، فتوارد اللفظ على الموضع الواحد في جميع المواطن دليل، واطراده عليه دليل على ماذا يا وحيد؟ على أنه لا يجوز أن يحرف أو يبدل، وأنه مقصود في ذلك الموضع.
كذلك من الاستواء لما يكون مضافا إلى العرش أو لما يكون الاستواء على العرش بالذات، فنفس المسألة العرشية تدل على العلو. العرش فيه علو من حيث لغة العرب، لذلك لما قال الله تعالى معروشات وغير معروشات، إيش يعني معروشات وغير معروشات؟ معروشات يعني مرفوعات، وغير المعروشات هي التي تقوم على ساق لا تحتاج إلى الرفع. واضح هذا الأمر. وعندما مر معنا في سنن أبي داود التي الطائر أو الحمرة التي أخذ الفرخان منها فجاءت ماذا تفعل؟ تعرش، يعني ترتفع وترفرف. هذا قال بعض العلم يعني أنها ترتفع وترفرف. فالشاهد من الكلام أن هذه مسألة العرشية تدل على العلو، حتى الاستواء على العرش بالذات دليل مما يشير إلى العلو. طيب، قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إلي هذه الدلالة رفع الأشياء إلي، بل رفعه الله إليه من نفس النوع. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفعه إليه، يعني هنا العائد غير مذكور، يعني يرفعه إيش؟ يرفعه إليه، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يقول والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلمة الطيبة، أن الدعاء يرتفع بسبب العمل الصالح، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الأول هو الراجح، لكن حتى الثاني يعني أن العمل يحتاج إلى أن يرتفع إلى الله، فإن أو أن الدعاء يحتاج إلى أن يرتفع إلى الله، وإن لم يرتفع الدعاء فإنه يحتاج إلى ما يرفعه إلى الله وهو العمل. فعلى كلا المعنيين ثبت العلو ولا لا؟ طيب، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. في أي شيء يظن موسى كاذبا؟ موسى أخبره أنه في السماء، فهو يقول أنا أريد أن أبني صرحا عاليا أنظر إذا كان صادقا. فمن أنكر العلو ففيه شبه من فرعون، هو يكذب موسى ويكذب محمد صلى الله عليه وسلم، يكذب جميع الأنبياء. وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وجه الاستدلال هنا ذكر أنه في السماء، وذكر أنه في السماء له أحد معنيين، أحد هذين المعنيين أن السماء معناه العلو، يعني أنه سما يسمو سموا أو سماء، يكون اسم مصدر سما يسمو. واضح هذا الأمر؟ ففي السماء يعني في العلو، يعني هو ثابت له العلو. أو أن السماء هي السماوات، والمقصود ما فوق السماوات. وقوله في هذه ليس المقصود منها معنى الظرفية، كما في قوله تعالى لأصلبن عن فرعون، لأصلبنكم في جذوع النخل، لا شك أنه لن يفتح جذوع النخل ويدخلهم فيها، وإنما على جذوع النخل. ولا نقول في هذا الموضع بالإبدال والتناوب، وإنما هناك سبب لهذا الأمر. أما بالنسبة لما قاله فرعون أي أنه يعني يصلبهم عليها ولكنه يلصقهم بها، والموضع الآخر هو في السماء يعني في السماوات، أي أنه سبحانه وتعالى كما ذكرنا في العرش أن الاستواء على العرش يدل على الدوام والاستقرار، كذلك هو الحال بالنسبة لعلو الله سبحانه وتعالى، ففيه الدوام والاستقرار، فجاءت فيه تدل على هذا النوع من المعاني، وهذا هو التضمين، هذا التضمين، فهو في السماء مستقر فيها سبحانه وتعالى، لا يعني المقصود بالكلام مستقر في علوه، وليس أنه إيش؟ وليس أنه يعني داخل هذه السماوات محاط بأي من خلقه، فجميع خلقه لا يحيطون به سبحانه وتعالى، لو جمع جميع خلقه ما خلق سبحانه وتعالى وما سيخلق لا يحيطون به، فهو أعظم من جميع خلقه سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. قال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش،
وهذا يعود إلى الأول، والذي يبتدئ به الموضع الثاني. يعني إذن هذه الآية جاءت موسطة بين الكلام عن العلو والمعيد. نعم طب. قال رحمه الله تعالى وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبر إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب، إذا هذه الآية ابتدأت بذكر الاستواء وانتهت بذكر المعية. وقبل أن ندخل في الكلام عن المعية نريد أن نتم الكلام عن الاستواء. نراجع قليلا ما هي المعاني التي فسر السلف بها الاستواء. ما شاء الله هنا يعني نشيط. تفضل. ارتفع على وصعد واستقر. وقلنا ليس معنى استقر المعنى الذي يتبادر الأذهان بعض العوام أنه التصق بال، لا، وأنه المقصود الثبات والاستمرار، لأن هذا الذي فهمه السلف وقالوا ينزل ولا يخلو منه العرش، وهذا قول جمهور السلف ولم يخالف فيه إلا من شذ فقط. طيب، الأمر الآخر قضية العلو، هل العلو علو واحد؟ تفضل. علو أكثر من علو. أيه؟ علو المكان الرفعة. العلو الذات. طيب. نعم. وعلو المكان الاستواء. علو المنزلة أو لنقل الوصف أو علو الصفة. أيه؟ علو الذات وعلو القدر وعلو القدر. جميل. علو القدر هو علو الوصف. والذي يسميه المتكلمون علو المنزلة، يقولون لا نقول علو منزل ولكن علو منزلة. نحن ما نقول علو منزل، نحن نقول علو ذات وعلو صفات وعلو قهر، لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وعلو القهر يستلزم العلو للذات، وعلو الصفات يستلزم العلو الذات، وعلو الذات يتضمن علو الصفات. طيب، قال: ما يكون من نجوى، عفوا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآية تكلمنا عنها كاملة، صحيح؟ ومفاصل الكلام عن الآية أنه لما أثبت لنفسه العلو قد يتوهم الإنسان أنه إذا كان في علوه سبحانه وتعالى قد يغيب عنه بعض خلقه، فذكر جميع ما يحتاج إليه الخلق من مواضع العلم: ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل للأرض وما يخرج منها، ولكنه ابتدأ بأبعدها باعتبار توهم الإنسان، وهو ما يخرج من الأرض، يعلم ما يلج أو ما يلج في الأرض، يعني ينزل فيها، يعلم ما يلج في الأرض، الشيء الذي ولج في الأرض وصار أسفل الأرض هذا أبعد شيء بحسب توهم الإنسان، وإلا فهو بالنسبة لعلم الله سواء. يعني بالنسبة لعلم الله عز وجل لا فرق بين قريب وليس هناك قريب وبعيد، ما في بالنسبة لعلم الله، بالنسبة للحاضر مخلوق الحاضر لا قريب ولا بعيد، وبالنسبة لعلم الغيب لا فرق بين حاضر وغائب من حيث علمه به، فهو يعلمه كما لو كان حاضرا، لكنه لا يسمى علم شهادة غير موجود. وضح الأمر ولا لا؟ طيب، ثم قال في آخر هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم. هل معنى ذلك هو مع كل شيء في كل مكان؟ لم يقل مع كل شيء، وإنما قال معكم. يعني يمكن أن يقال لك أحد خيارين: إما أن تقول هو مع كل شيء في كل مكان، أو مع كل أحد في كل مكان. أيهما؟ ها؟ مع كل أحد.
أنا مع كل شيء، هذا غلط، لأن المعية لها معنى يختلف عن معنى العلم مجردا، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، أما المعية فلا تثبت لكل شيء. وضحت القضية؟ طيب، ثم المعية معية عامة ومعية خاصة، والمعية العامة ينبغي أن تبقى على عمومها، فالتنزيه يثبت مع وجود معية عامة، حتى لا يتصور المعية العامة هذه التي نذكرها لا يقال الله مع هذا الذي ونذكر الصفات القبيحة، ولكن نقول مع كل أحد بحيث يفهم أنه معهم جميعا، حتى يتصور الإنسان أنه سواء عمل صالحا أم عمل قبيحا يستشعر معية الله. هذا معنى غير معنى العلم، واضح؟ ولذلك لم يقولوا هو معهم علمه، وإنما قالوا هو معهم إيش؟ بعلمه. ما قال السلف هو معهم علمه يعني المعية هي العلم، وإنما قالوا هو معهم بعلمه يعني معية العلم. وفرق بأن تكون المعية هي العلم وبين أن تكون المعية معية العلم. نفرق نحن بين المضاف المضاف إليه ولا لا؟ يعني هل المعية هي العلم؟ لا، هناك معية، وهذه المعية فيها معنى زائد يستشعره العبد عندما يعني يسمع كلمة المعية، يقول فلان الله معي. فرق بين هذا من يقول الله يعلم ما أنا عليه. هذا المعنى المحب والعابد والصالح والعالم يستشعر منها معنى غير المعنى الذي يستشعره العاصي والفاسق والفاجر والمكابر والمعاند. واضح؟ فالمستكبر عندما تقول الله معك، عندما تقول له مهما عملت فالله معك، يستشعر معنى إيش؟ التهديد والوعيد، غير مجرد ذكر العلم، هذا معنى آخر زائد على مجرد العلم. ولذلك فالعلماء يقولون المعية تفيد إيش؟ يفيد معنى المعية غير المعنى العلمي، نتكلم إحنا الآن عن معنى المعية. المصاحبة. في المصاحبة ومطلق المقارنة. المصاحبة يعني المصاحبة لها أنواع، وبالتالي فتختلف أنواع المعية بحسب اختلاف أنواع هذه المصاحبة. فتبدأ هذه المصاحبة بمطلق هذه المصاحبة من حيث العلم مثلا. الله عز وجل مع كل أحد بهذا الاعتبار، فكل ما من خلقه الله عز وجل فهو معهم سبحانه وتعالى أينما كانوا، يعني ابتعدوا أم اقتربوا، ظهروا أم اختفوا، فهو معهم. واضح؟ هذا المعنى شامل للمخلوقات ولا شامل للمخلوقين ولا لا؟ هذا شامل لجميع المخلوقين. طيب، وهذا المعنى فيه يعني بالإضافة إلى هذا فيه الإحاطة العلمية من جهة، الإحاطة العلمية. طيب، ثم لما قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فيه إشارة إلى نوع هذه المعية. فإن قال قائل هل هذه المعية معية مجازية أم حقيقية؟ لأن واحدا من الناس قال في الكلام في سورة الحديد لما تكلم عن الاستواء، قال الاستواء هو كناية عن الهيمنة والاستيلاء. لما تكلم عن المعية قال المعية على حقيقتها فهو مع كل شيء في كل وقت وفي كل مكان، وقالوا في كل شيء ما فيه دليل عليه، ما عندنا دليل، لا نتكلم عن الله عز وجل، نحن لا نتكلم عن مخلوق، ما عندنا دليل أنه مع كل شيء. ثم قال في كل وقت وفي كل مكان، واضح؟ ومعنى ذلك أنه يكون في الأرض ويكون في البيت ويكون في السوق ويكون في المسجد وهكذا، وليس في كتاب الله ما يفيد هذا المعنى، وإنما المقصود أنه معهم أينما كان وليس في أي مكان كان. وفرق بين الأمرين. إيش الفرق بين الأمرين؟ من انتبه؟ لا يقول هو معكم في أي مكان، وإنما يقول هو معكم أينما كنتم، صحيح؟ فلما يقول هو معهم مع كل شيء في كل وقت وفي كل مكان، فقد جعل الله عز وجل في هذه المعية في المكان. بينما عندما يقول وهو معكم أينما كنتم وما قال في أي مكان كنتم، إيش الفرق الآن؟
في فرق ولا لا؟ الفرق أنها لما تقول هو في كل مكان جعلت ذاته هي التي في المكان، بينما تقول أينما كنتم في المعية جعلت المعية واصلة إلى كل مكان من غير ذكر أنه في المكان. ولذلك فإن العلماء تكلموا في هذا النوع من التفسيرات وأنه من التفسيرات التي فيها الضلال وفيها الهوى، نسأل الله العافية والسلامة. فتجده يحرف في موضع الإثبات في قوله ثم استوى العرش، ويعني يوغل في التشبيه والتمثيل في موضع التنزيه، لأن كلمة ومعكم أينما كنتم فيها معنى التنزيه كما ذكرنا قبل قليل، ولا نسيته وما شئت. قلنا نحن نقول في المعية العامة نبقيها على عمومها، لا نقول هو مع مثلا، يعني ممكن نقول أنت فلان الملك مع الزاني في زناه والوزير مع هذا قد يغضب، نبقي المعية العامة على عمومها، أو أننا نجعلها في موضع يتناسب. مثل أن تقول هو كأنه مع فلان مثلا، تقول في الشخص المعين الناس، يعني لأنه لا يمكن يكون كل إنسان مثل، لا يكون للإنسان من الصفة ما يكون لله، يقول لك كأنه معك ولو أنك غششت مثلا، هذا المعنى فيه. مثل إيش؟ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذا فيه إيش؟ فيه بيان قوة المعية في موضع الشعور بعدم الرقابة. لأن التبييت فيه معنى غير معنى، لأن هذا بيت بمعنى أنه نوى واجتمع على خلاف ما يظهر منه، هذا الله معه في ذلك. هذه المواضع التي تحتاج إلى الانتباه. إذن هل يجوز لنا أن نثبت المعية في كل موضع نريده؟ لا، لابد من فهم المقصود من المعية، ما هو المقصود من المعية العامة، ما هو المقصود من مواضع التهديد التي تتناسب والتنزيه في موضع المعية، حتى نصرف هذا اللفظ في ذلك الموضع المناسب. ومعنى المعية من المعاني الراقية جدا والمؤثرة على قلوب العباد، وإلا لماذا يقول هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول؟ فيه نوع من إنشاء مهابة في قلوب القوم والزجر من خلال التهديد الواقع من كلمة وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس. هذا النوع من النجوى يحصل، يعني يحصل منه إظهار، ولا إيش المقصود من النجوى؟ إظهار ما يكون بين الثلاثة ولا إخفاؤه. فنلحظ أن المعية هنا جاءت لموضع مناسب وهو قصد الإخفاء. عندما يريد الذي يتكلم إخفاء الكلام يظهر عندنا معنى إيش المعية هنا، واضح؟ حتى نتلمس أين مواضع المعية حتى نفهم القضية. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. أينما كان هو معهم أينما كان، مثل إيش؟ هو معكم أينما كنتم، لم يختلف اللفظ. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليهم. ولذلك السلف بماذا فسروا هذه المعية؟ بعلمه، قالوا معهم بعلمه، يعني معية العلم. طيب هل هذا يعني فيه قول بأن المعية مجازية؟ ها؟ المعية لها أنواع، كذلك نقول لابد من أن نقول كل ما جاء في كتاب الله هو على حقيقته. كلامنا هذا لا يعني أننا نقول بأن هذه المعية مجازية، هي معية حقيقية، لكن كل معية بحسب المقصود منها. يعني هناك معية في قلنا في أعلى مراتبها التي تدل على العلم، في أعلى مراتب الشمول، هناك معية خاصة وأخص، مثل معية الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد معية تصل إلى هذه الدرجة من الخصوصية، حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم استشعر هذا المعنى، وعدوه الذي يريد البطش به قد وصل. قريش وضعت فدية كبيرة في من يمسك النبي عليه السلام وسلمه حيا أو ميتا، فكان يطرد في جبال مكة، وتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، حتى وصلوا إلى ما فوق الغار، غار موجه إلى منطقة الجنوب، هم جاءوا من مكة وصعدوا الجبل حتى صاروا فوق الغار، فوق الغار الرجلان فوق الغار،
واضح الأمر؟ طيب، والغار عندما تصل إلى فمه تكون قد نزلت من أعلى إلى أسفل حتى وصلت إلى إيش؟ فم الغار. فيقول أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا، لو واحد نظر في موضع قدميه لرآنا. فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. واضح السكينة، يعني واحد ينتظر القتل وهو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يصل العدو إليه، وهذا عدو يريد أن يبطش. إن الله معنا، هذا المعنى الذي لا يسمو إليه معنى في المعية. هذا المعنى من المعية فيه معنى القرب، وفيه معنى العلم، وفيه معنى التأييد والنصرة وتنزيل السكينة والاستقرار والأمن على القلب. فيجتمع في هذا النوع من المعية، نجزم أنه أن هذه المعية فيها معنى القرب، ونجزم أن فيها معنى إنزال السكينة. ولكن إذا اجتمعت هذه المعاني فإن المعية تكون في أعلى مراتبها من حيث الشرف. فأشرف معية ثبتت لمخلوق هذه المعية، نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. طيب، هناك معية تختلف عن هذا المعنى، يعني المعية التي يتكلم بها الحلولية ويتكلم فيها بعض الأشاعرة. بعض الأشاعرة طبعا هناك تناقض المذهب، بعض الأشاعرة يقولون في كل مكان، وبعضهم يقول لا، هو ليس في أي مكان. طيب، أنتم تكفرونهم ولا لا؟ يعني أن أقول فوق العرش أهون وأقول في كل مكان بالنسبة للذي يقول ليس في مكان؟ أيهما أكثر عندكم، الذي يقول الأشعري ولا السلفي؟ السلفي يقول لا، هو ما هو في هذه الأماكن، هو فوق كل شيء. وصاحبكم يقول هو في كل مكان، هو أشعري وأنت أشعري، ما القصة؟ إما أن تقول هو ليس أشعريا، وإما أنك طيب. وهذا المعنى الذي يعني الذي يفهمه هؤلاء الذين يقولون في كل مكان لا دليل عليه لا من كتاب الله، لا، ليس في ذكر المعية أنه في كل مكان، وإنما في المعية أنه معكم أينما كنتم، وليس فيه أنه في تلك الأماكن. فقد جاءوا بشيء لم يأتي به أحد، لا في كتاب ولا في سنة. الأمر الثاني أن المعية بمعنى الاختلاط يدل عليها السياق، يعني ليست هي الأصل، يعني لابد من أن يكون السياق دالا عليها. يعني عندما تقول أنا آكل البطيخ بالرطب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. فإذا أكلت البطيخ مع الرطب توازن موضع الحر والبرودة، صحيح؟ فأكل البطيخ مع الرطب يقتضي الاختلاط ولا يقتضي مطلق المصاحبة مجردة عن الاختلاط؟ الاختلاط. جميل. هل هذا هو المعنى الذي يقر في قلوب العامة عندما يقول اللهم معكم أينما كنتم؟ ما فيه عام يتصور أن الله في, في, في هذه المواضع، حتى المواضع الشريفة، وهو يراقبه وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، يستشعر علوه سبحانه وتعالى وإن كان جاهلا. فلا يفهم أي إنسان هذا المعنى من هذه الكلمة، إذن ظاهر اللفظ يدل على ذلك. ولذلك قوله هو على العرش ويقول في آخر الآية هو معكم أينما كنتم، إما أن يكون الكلام متناقضا، لأن التركيب الظاهر التركيبي يدل على أن الله سبحانه وتعالى في على العرش في علوه، ويدل على أنه في نفس السياق أنه معنا أينما كنا، صحيح؟ فالقول بأن هذه الآية تدل على أنه في كل مكان تقتضي التناقض في السياق التركيبي. إذن هل ظاهر الآية ما قالوا ولا خلاف ما قالوا؟ خلاف ما قالوا، يعني ظاهر خلاف ما قالوا. بالتالي لماذا تقولون أنتم تقولون ما قلنا بالمجاز؟ هذا هو الظاهر. لذلك قلنا كثير من العقد تنحل بمعرفة السياق التركيبي وظاهر السياق التركيبي. ولذلك قال في آخره: إن الله بكل شيء، لذلك قال في آخره: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، دل ذلك أيضا هذا من السياقات التي دلت الآن.
الخصوص هذا العموم، الخصوص قد يكون بوصف وقد يكون بشخص. فلما قال ربنا سبحانه وتعالى إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بشخص، ولما يقول إن الله مع الذين اتقوا وصف، ولما يقول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بوصف أيضا، لأن مع كل إنسان يبيت ما لا يرضي الله، بمعنى أنه يعني أن هذه الآية تهديد لكل إنسان وتحذير من أن لا يبيت ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إيش الوصف؟ الوصف المذكور هنا هو أن ما يريد الإنسان أن يخفيه عن المخلوقين حذرا من عقوبتهم لا يخفى على الله عز وجل، وليس معناه المعية المجردة، عفوا ليس معناه العلم مجردا، ولكن معناه إيش؟ فيه معنى المعية. واضح؟ كثير من الأمور الإنسان قد لا يدرك حقيقتها، يعني مثل ما تكلم عن قضية النظر، أنه بعض من أثبت النظر لبعض المخلوقين يوم القيامة غير المسلمين المنافقين وغيرهم، حتى من أثبت النظر لهؤلاء يوم القيامة فرق بين النظر الذي بمعنى النظر الذي يلتذ به الإنسان وبين النظر للإهانة، لأنه يتمنى أن لا يعرض على الله في قضية العقوبة، لأن الله سيأتي يوم القيامة ويحاسب بنفسه سبحانه وتعالى، يكلم كل إنسان على ما وقع منه، فلا يكون تكليمه له في ذلك شرفا له، وإنما يكون تكليمه شرفا عندما يكون من أصحاب الشرف. ولذلك لو جيء إبليس وقيل له إما أن تمثل بين يدي القاضي القضاة، وإما أن تمثل بين يدي يعني أحد صغار القضاة، فهو يطمع في أن صغار القضاة أو أن واحدا من الناس أنه يجامله أنه يخفف عنه، لكنه إذا مثل بين يدي الكبير الذي يملك البطش ولا يستطيع أحد أن يرد حكمه فإنه يخاف من ذلك. فكيف لو قيل له أنت ارتكبت جريمة، طلب الملك أن يلقاه، يعني ما الملك قال أنا بنفسي أريد أن أتعامل مع هذا المجرم، ها كيف سيحصل له؟ اشتد عليه ولا لا؟ اشتد. وبالتالي فلا يتصور الإنسان أنه معنى المعية فيها هذا الشرف، أنه إذا كان معه فهذا شرف، لا، الأمر يشتد أحيانا. قال وقوله ولا لا تحزن إن الله معنا، هذا قلنا معية بشخص، إنني معكما أسمع وأرى شخص، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بوصف، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين بوصف. ونلحظ هنا أيضا المعاني المسلكية، أنه مع أن هؤلاء قلة والطبع أنهم يغلبون من الكثرة، لكن لما حصل هذا الصبر منهم حصلت المعية، وكانت المعية أثرا يعني أو جزاء من آثار هذا الصبر، وهذه المعية كانت سببا في نصرة هؤلاء القوم، وهذا يجعل الإنسان في أمن من الظلم، في أمن من المجرمين. يعني المسلم الذي يستشعر هذا النوع من المعية، مع أن بعض الناس يقول لك المعية ويبدأ يقول لك إذا كان لم يكن معنا يعني في كل مكان يخاف، لا نقول هذا، نحن نقول هذا المعية لها معنى خاص غير معنى العلم، يعني لا نقول المعية فقط علم، لا، فيه معنى آخر أنت تستشعره ويحصل لك بسبب اطمئنان، أنت مطمئن أن هذا الذي يبطش إذا كنت صابرا، إذا حصلت الصفات حصلت هذا النوع من المعية، حصل هذه الصفات يحصل هذا النوع من المعية. ولذلك من الذي قال هذا؟ الله عز وجل ذكر هذا الذي قاله الذين كانوا مع من؟ مع طالوت الرجل الصالح، الفئة الذين كانوا معه، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، انطلق حتى نقاتل فغلبوا الكثرة وغلبوا الجحاف الكبيرة. نعم، إذن هذا هو الكلام عن المعية. تصور يعني لو قلنا لإنسان يعني إيش من الأمثلة التي يمكن أن تفهم بشكل سريع، لو قيل فلان ولد مع فلان، يعني ولد من بطن واحد، يعني ولد في الوقت الذي ولد فيه، هذه معية الزمن، أنواع المعية كثيرة. طيب فلان
يعني مثلا من الطبقة الثالثة من طبقات التابعين وفلان معه في الطبقة، هل يفهم أنه معه يعني جالس معه في البيت؟ طيب يمكن أن يكون هذا في الكوفة وهذا في الشام، صحيح ولا لا؟ طيب فلان صالح وتقي ونقي ما شاء الله نحسبه ذكي على الله أحدا، وفلان معه في هذه الصفات، ها؟ يمكن أن يكون في زمان آخر أيضا، صحيح؟ طيب فلان جمع كل من جمع أنه من المدلسين فوضع معهم فلان، وضع معهم فلانا من المدلسين، فجمع من المدلسين من عصر التابعين إلى العصور المتأخرة، جميل، وضع معهم هذا الشخص، هو معهم لكن كم بين الأول والأخير من الزمن؟ يعني لم يجمعه لا مكان، ولم يجمعه زمان، ولم تجمعه صحبة، ما جمعه إلا إيش؟ صفة. واضح يا أخواننا؟ إذن أنواع المعية، لو أنت الآن قلت يا أخواننا هاتوا أخرجوا أنواع المعية سيجدون يعني عدة أنواع المعية، وبالتالي فالوقوف عند هذا قد يعني يطول، فلا نريد أن نطيل في ذلك إن شاء الله تعالى، ونبدأ الآن بالكلام عن كلام الله، وهذا من أجمل ما يعيش معه الإنسان من الصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، هذه آيات تكلمت عن كلام الله عز وجل، وكما ذكرنا في العلو أن إثباته له أجناس في الدليل السمعي، كذلك كلام الله عز وجل أو أنواع، كذلك كلام الله عز وجل الأدلة الدالة عليه لها أنواع، فهو مذكور بأنه كلام وأنه قول وأنه مناجاة يقص أنه أمر وموصوف بالحسن والصدق، ويعني غير ذلك نأتي إليه شرفا أنه منزل، فلابد من يعني الوقوف مع هذه المعاني إن شاء الله تعالى. كلام الله، الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بكلام غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه بحرف وصوت، نحفظ هذه المعاني، تكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه غير مخلوق بحرف وصوت، منه بدأ، هذه أهم المعاني التي نحتاج إليها في إثبات هذا، وهو حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي،
لا نحتاج نقول تكلم بذاته لأن لن يكون هناك متكلم عنه إن شاء الله تعالى. طيب نأتي الآن إلى النصوص التي وردت في هذا الجانب. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، سماه حديثا. ومن أصدق الآن عندنا متى شاء بما شاء كيف شاء. ومن أصدق من الله حديثا تتعلق بأي جانب من هذه؟ كيفية، لأنه سبحانه وتعالى يتكلم بالصدق فقط، وهذا من حيث الأخبار، حيث الأخبار. ومن أصدق من الله قيل، والقيل يدل على الحرف والصوت، لأن مقول القول فيها حروف، والصدق يدل على إيش؟ على المعنى الذي في الأخبار، هو الموافقة أو مخالفة الواقع، هو الصدق. وكذلك في ومن أحسن من الله حديثا كذلك، لكنه طيب. وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، النداء هنا دل على إيش؟ على الصوت بالإضافة إلى الحروف، لأن نقول قول فيها حروف. وقوله وتمت كلمة، فتم ما كان منه سبحانه وتعالى كلمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهو موصوف كلامه بماذا؟ في الأحكام بماذا؟ بالعدل. وفي الأخبار بالصدق. هذا كيف شاء ولا متى شاء ولا بما شاء؟ كيف شاء. طيب قال وطبعا ننتبه إلى أن كلام الله في الجملة يثبته الأشاعرة والماتردية، لكنهم لا يثبتون هذه المعاني، يعني يثبتون المعاني السبعة التي يثبتها يعني مثبتة المعتزلة، فهم يعني لا يختلفون عن مثبتة المعتزلة في هذا، ولكنهم يختلفون عنهم عندما يثبتون أكثر من ذلك. يعني مثبتة المعتزلة يثبتون هذا العدد من الصفات، وطبعا منهم من يثبت أقل، يعني منهم يثبت ثلاث صفات فقط، ومنهم يثبت سبعة، وهذا أكثر ما حصل للمعتزلة من الإثبات. والأشاعر يثبتون هذه الصفات السبعة، ذكر شيخ الإسلام تيمية ذلك في كتاب الصفدية في المجلد الثاني صفحة 15، تكلم عن هذا. طيب قال وكلم الله موسى تكليما، وذكرنا كيف جاء الخبيث إلى أبي عمرو بن العلاء المعتزلي، هذا ذكر هذه قصة. عمرو بن عبيد جاء وقال له قل وكلم الله، قال فماذا تفعل في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ واضح. وكلمه تكليما فيه التأكيد باسم المصدر، يعني كلمه كلاما حقيقيا لا يحتمل التأويل والتفسير غير الظاهر منه. طيب قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهذا أيضا لا يحتمل، لأن كلم الله لو كان منهم من كلم الله، يعني كل إنسان يقول يا رب، أو أن يكون المقصود تكليم خاص، وأن الله وهم لا يسمعون من الله شيئا، فما الفائدة؟ وإن كان طبعا لا شك أن من يدعو الله سبحانه وتعالى هو أفضل من لا يدعوه، لكن لا يوجد أحد من رسل الله إلا ويدعوه. ولما جاء موسى لميقاتنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إيش؟ كيف شاء ولا إذا شاء؟ متى شاء؟ متى شاء؟ أن كلامه يكون متى شاء، وهذا يدل على أن أفراد الكلام قديم ولا حادث؟ أن أفراد كلام حادث. هذا من الأمور نعتقدها في كلام الله، أن كلام الله نوع قديم أزلي وأفراده حادثة. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، متى شاء ولا كيف؟ أهم شيء كيف عندنا هنا، لأن منادى والمناجاة هذه إيش؟ هذا كيف شاء سبحانه وتعالى. إن شاء رفع، إن شاء نادى وكان الصوت فيه النداء، وإن شاء ناجى وكان الصوت بينه وبين من يناجيه فقط. واضح. وهذا كلام يعني يدل على هذه المواضع وهذه المعاني تمنع أن يكون الكلام معناه كما قال الجهم أو كما قال بعض الهالكين
إنه كلمه تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة. كلمه جرح يقول لك ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كيوم كلم يعني إيش جرح. كلمه تكليما جرحه تجريحا بأي فائدة؟ ما الفائدة في هذا؟ فلا جرحه بأظافير الحكمة. طيب وهذه المعاني النداء ومناجات كل هذا يمنع أن يكون الكلم. لذلك الأشاعرة اضطروا إلى قبول هذا المعنى لأن لا يمكن صرفه عن ظاهر أو تكفر يخرج من الإسلام. واضح؟ ولذلك التزم جماعة من المعتزلة القول بإيش؟ بإثبات الكلام وإن اختلفوا في حقيقة معناه. طيب قال وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. كيف شاء وبما شاء، لأن قال شيئا وقال فيه شيء، يعني بين ما الذي أراده منه. وفي كل موضع من المواضع يكون قد تكلم، لكن نحن نتكلم مواضع الأدلة. في كل موضع يكون تكلم متى شاء بما شاء كيف شاء في كل المواضع، وفي كل المواضع بحرف وصوت، وفي كل المواضع منه بدا واليه يعود. ما في موضع يعني يكون خارجا عن هذه المعاني الا كلمه منه بدا واليه يعود. فسرها بعضهم يعني انه منه سبحانه وتعالى يبدو يظهر واليه يعود يعني ينسب اليه، وعلى هذا فكل كلامه كذلك. ومنهم من قال منه بدا يعني عندما يتكلم به، واليه يعود يعني عندما يرفع من الصدور ومن السفور تكريما له قبل قيام الساعه. قال وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله يوم ناديهم، انظر الآن الآيات كثيرة كلها توردت على موضع واحد يمنع القول المجاز أو التأويل. فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن يسمع كلام الله ولا غير كلام الله؟ الآن الشاعر يقولون طيب الآن هذه قضية قبل أن نتم الكلام تدخلنا في مسألة ما يسمى باللفظ والتلاوة. مرت عليكم هذه القضية ولا لا؟ كلام في اللفظ والتلاوة فيه فتنة حصلت بسبب هذا؟ واحد هجر وهو من أعلام الأمة البخاري رحمه الله. طيب أصل هذه المسألة القول بالتلاوة. الناس اختلفوا في القول بالتلاوة على ثلاثة أقوال. منهم من قالوا التلاوة قديمة غير مخلوقة، والتلاوة هي ما ظهر بفعل الإنسان، والأصوات والحروف الظاهرة من هذه التلاوة قديمة غير مخلوقة، يعني قديمة من حيث أن لا أفرادها غير حادثة أصلا، قديمة وغير مخلوقة. حتى الأصوات التي تسمعها من الإنسان أيضا قديمة وغير مخلوقة. فما تصدر من الإنسان من صوت عند قراءة القرآن قديم وغير مخلوق. هذا قول السالمية وقوله قول باطل، والسالمية يغلب عليهم التصوف. القول الثاني أن التلاوة غير المتلو، وهذا القول انقسم إلى فرقتين أصحابه، فرقة أصحاب حق وفرقة أصحاب باطل. أصحاب الباطل هم من قال إن التلاوة وإن كانت غير المتلو فالمتلو لا يظهر على لسان التالي، وإنما هو معنى قائم بذات الله وأيضا قديم. فجعلوا التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، لكن ليس المتلو هو نفس ما ظهر بالتلاوة، وإنما المتلو لم يظهر، وإنما ظهر إيش؟ ظهر ما يعبر عنه وهو القرآن. فالقرآن عندهم مخلوق ومعناه هو كلام الله، فيفصلون ويفرقون بين القرآن وبين كلام الله، فيجعلون القرآن هو الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف والذي نقرأه وهكذا، ولكن كلام الله في معنى قائم بذات الله، والقرآن هو عبارة عن كلام الله، يعني يفسره يوضحه يبينه. الماتريدية قاربون فقالوا حكاية عن كلام الحكاية يعني صدق. طيب هذا معنى صحيح ولا باطل؟ باطل. كل من المعنيين يبطله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أنه يسمع كلام الله عز وجل. فالمسموع هو كلام الله،
لكن هذا الصفة احنا قلنا هذا الصفة او النوع الثاني الذي يقول مثل غير التلاوة ان التلاوة هي فعل القارئ صحيح؟ يعني لا ما اقولش الله الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ وانا اخترت لكم موضعا تقرؤون منه عن هذا الموضوع لابن القيم رحمة الله عليه النوع ما هو كل ابن تيمية احيانا ابن القيم ايضا جميل في مواضع سهلة وجميلة ولكن فيها تفصيل طيب جدا في الصواعق في صفحة 419 عفوا في موضعين انا عندي الان الدار العلمية لكن غالب اخواننا ما هي عندهم بحسب الذي عندي 419 420 لكن في طبع الدار الحديث لان حاولت اني انا احصل على طبعة اخرى حتى يكون عند بعض اخواننا من 508 الى 509 وما بعدها تكلم عن هذا الموضوع كلاما يعني جميلا يرجع اليه وكلام متين حقيقة في هذا الموضوع يرجع اليه ان شاء الله تعالى كلام اهل السنة التلاوة هي الاداء التلاوة هي الأداء الذي يحصل للعبد فالعبد مؤذن مبلغ ولذلك يظهر بصوت الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى فالمسموع صوت العبد ولكن المقصود من هذا الصوت الحروف التي تضمنها صوت العبد هي غير مخلوقة فلا ينسب إلى العبد منها إلا الأداء فقط ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم وكان يقول صلى الله عليه وسلم يتمثل يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي يتمثل قول طرفة يعني ما هو كلام ولو قال واحد من الناس هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما كان يتمثل وليس قوله واضح؟ إذن لو رأينا رجلا جاء بقصيدة شعرية وعرفنا القائل نقول هذا الذي قالها ولا الأول؟ الأول يمكن أن تقول فلان قال لكن قاله مبلغا مؤديا لكن من المتكلم؟ الذي قال في الأول لذلك منه بدأ وإليه يعود ينسب إليه ولا ينسب إلى غيره لكن ينسب القول إلى أي قائل يعني أي قول تقوله مبلغا مؤذن ينسب إليك تقول فلان قال مثلا الحمد لله رب العالمين وهي من كلام الله لذلك قال إنه لقول رسول كريم يعني مبلغا مؤديا فنسبة القول إلى غير الله هي نسبة التبليغ والأداء لكنه ليس كلامه فليس يجوز أن نقول إنه كلام رسول كريم فلا تجد في كتاب الله مثل هذا الموضع إذن يجوز أن يكون أن يكون المبلغ المؤدي ينسب إليه شيء على أنه قول على وجه التبليغ والأداء واضح؟ فالكلام كلام الباري والصوت صوت الخارج الأصوات التي تظهر منها مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة واضح؟ هذه أحدثت فتنة في زمن الإمام أحمد ومن بعده فماذا فعل الإمام أحمد؟ أغلق أبواب الفتنة ووضع بين يدي الناس ما يسمى بإيش؟ بسد الذرائع فقال لا تتكلموا في اللفظ أبدا أكون لفظ مخلوق ولا غير مخلوق حتى لا نفتح مجالا هؤلاء يتربصون ويقولون قال أحمد مخلوق أو قال أحمد غير مخلوق ماذا نفعل؟ لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق وإن فعلت ذلك فأنت لأن الوقت يقتضي حسم المادة التي تحصل منها قضية الخلاف فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع يعني هذا مبتدع وهذا مبتدع لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق لماذا؟ لأن كلمة اللفظ تتضمن شيئين التلفظ والملفوظ ملفوظ به التلفظ مخلوق التلفظ مخلوق والملفوظ به متلفظ غير مخلوق فلما تقول لفظي بالقرآن مخلوق لفظك تضمن كلام الله تضمن صوتك واضح؟ فلما تقول الحمد لله رب العالمين هذا لفظي تضمن صوتي وتضمن كلام الله سبحانه وتعالى فلا يقول لفظي بالقرآن مخلوق فإذا قلت ذلك فأنا جهمي ليش؟ لأن زعمت أن كلام الله مخلوق مع كلامي وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد زعمت أن صوتي غير مخلوق مع كلام الله إذن في الجهتين مبتدع ولا لا؟ لذلك السالمية مبتدعة على هذا الاعتبار وأما الأشاعرة فهم جهمية
جميع ولا سالمية؟ ها؟ الأشاعرة يقولون القرآن يعبر عن كلام الله، فعندهم اللفظ مخلوق ولكنه دال على غير مخلوق وهو الذي في نفس الله سبحانه وتعالى. إذن الأشاعرة جهمية ولا سالمية؟ جهمية. إذن ينطبق على الأشاعرة ما حكم به الإمام أحمد على من قال إن القرآن مخلوق. وضحت القضية؟ ها؟ تحتاج إلى شيء؟ إذن ترجعون إلى الموضع إن شاء الله تعالى وتجدون فيه يعني كل ما يسركم إن شاء الله تعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن المسموع كلام الله، والمقروء كلام الله، والمكتوب في المصاحف كلام الله. ما نسمع شيء غير كلام الله. لو قال هذا الرجل قال يا فلان ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تستطيع أن تميز بين كلامه وكلام الله ولا لا؟ ها؟ هذا فقط عند أهل السنة والجماعة، عند أهل المنهج السلفي، أئمة السلف أصحاب الحديث يستطيعون أن يميزوا في كلام الإنسان أو فيما قرأه الإنسان بين كلامه وكلام الله، وبين صوته وبين الحرف الذي جاء في كلام الله. فقط هذا الذي ينبغي. الآن ينبغي أن تنتبهوا لهذه القضية، ولابد من وضع هذا في الاختبار، كيف نفرق أو ما هو الفرق عندما يثبت تالي القرآن بين ما يكون من المخلوق مخلوقا وبين ما يصدر عنه من غير المخلوق. هذا لابد من إيش؟ من تحديده، ولابد من قراءة، يعني وجوبا قراءة الموضع الذي ذكرنا لكم من كلام ابن القيم رحمة الله عليه، حرصا على أن تنتفعوا إن شاء الله تعالى. قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا. أن يبدلوا ماذا؟ قال ما قال أن يبدلوا القرآن، لأن القرآن لو قال يبدل القرآن يقول لك الأشعار يبدل القرآن، لأن المقصود بالقرآن هو اللفظ الدال على المعنى الذي في نفس الله. المعنى الذي في نفس الله يمكن تبديله؟ ها؟ إيش رأيكم؟ معنى في نفس الله يعني علم الله يمكن تبديله؟ لا يمكن. طيب كيف يمكن تبديل كلام الله طالما أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس؟ كيف يمكن تبديل هذا؟ واضح؟ يعني واضح مخالفتهم الصريحة لما جاء في كتاب الله. وقال واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وهنا فرق بين ما يريده الإنسان لأنه يطمع فيه مثل تبديل الكلام الذي هو الكلام الشرعي، صحيح؟ وبين ما لا يمكن للإنسان أن يطمع به وهو التبديل الكلمات الكونية، الكلمات الكونية. ولا مبدل كلماته لا شرعا ولا كونا باعتبار القرآن الكريم. القرآن الكريم يمكن تبديله ولا لا؟ لا يمكن تبديله. وهم طمعوا في ذلك من حيث النظر إلى الاعتبار الشرعي، لأنه يمكن أن يخالف الرسل، لكن كتاب الله القرآن بالذات هذا لا يمكن تبديله. وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته، هذه تشمل الكلمات الشرعية والكونية، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار القرآن. لكن وقع تبديل فيما قبل القرآن ولا ما وقع؟ لأن يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني مثل ما وقع ممن قبلهم وحاولوا تبديل كلام الله عز وجل، لكنهم ما بدلوه إلا لأنهم هم الذين استحفظوه بما استحفظوا من كتاب الله. هذا الكتاب إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وهذا أيضا من أدلة أن القرآن كلام الله. قال إن هذا القرآن يقص، وهذا لا يكون إلا بكلام، لأن يمكن يحصل القص بالمعنى المجرد عن اللفظ. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، وهذا وصف من أوصاف كلام الله. وهذا إيش يسميه؟ متى شاء ولا كيف شاء. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فإنزاله دليل على أنه كلام الله، لأنه ما يحتاج الكلام مخلوق في الإنسان أن ينزل. ووصفه بالمبارك، وهذا وصف لكلامه. وقلنا إذا وصف المعنى استطعنا أن نميزه فلا يكون شيء آخر. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أيكون هذا من كلام المخلوق؟ انظر إلى الكلام، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والكلام عن القرآن ولا عن كلام الله هنا؟
ممكن يقول لك الأشعري لا هذا الكلام عن كلام الله اللي هو المعنى في النفس، لو أنزله على الجبل لا تصدع. لا، هنا الكلام عن القرآن الذي هو يش عندهم المعبر. لا، هذا هو نفس كلام الله، هذا هو نفس كلام الله، لأنه لو أنزل القرآن، وانظر يا أخي كم حكمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني نعيش في نعمة عظيمة، في أدلة سابقة لا تحتاج معها إلى أي تأويل ولا أي هؤلاء لا يملكون أن يردوا مثل هذا الكلام. ولذلك يعني كثير من هؤلاء اعترف في آخر عمره بكثير من الأغلاط التي وقعوا فيها، أو أنه وقع في الحيرة، يعني إما يعترف وإما يقع في الحيرة. ومن اعترف منهم كثير منهم سكت وأخذ بالقول بالوقف أو أنه فوضى حتى تعلم، ما تقول والله أنا خلينا أمشي في الطريق الغلط وثم أعود، ما عادوا إلى شيء في الحقيقة. يعني أبو المعالي رجع، لكن إلى أي شيء رجع؟ وين أعطونا كتب 3 كتب تقريبا بعد رجوعه، ولا يعرف من هذه الكتب أي موضع يصرح فيه بإثبات الصفات، وإنما يصرح فيه بمخالفة ما كان عليه. والرازي كم رجع عن أشياء، رجع عن أشياء كثيرة جدا وأصرح بمخالفة ما كان عليه، والتزم القول بتسلسل الحوادث، والتزم أشياء كثيرة جدا تراجع فيها عن ما قاله هؤلاء، والتزم القول بإثبات مجموعة من الصفات، وبقي على إيش؟ على كثير مما كان عليه من فلا يطمع الإنسان بعد المضي في طريق الباطل أن يعود. من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث ذي الخويصرة إيش قال؟ ثم لا يعودون إليه، خرج ما يعود، بدعة. هذا بشرط أن يكون قد عاند بعد ظهور الدليل. أما إذا مشى في الباطل من غير أن يعلم الحق وعاد، فربما يكون أقوى من كثير من الناس. يعني ذلك يقول كل إنسان وقع في الباطل قبل ذلك لا يخاف على نفسه، بشرط أن لا يكون معاندا. وقع في الباطل قبل ذلك يتعلم الحق ورجع إليه، الحمد لله. لماذا؟ لأن الضلال هو المبني على الهوى، وليس مجرد الوقوع في الخطأ. الوقوع في الخطأ كل إنسان يمكن أن يقع في الخطأ، كل إنسان يمكن أن يقع، بل كثير من أئمة العلم الكبار وقعوا في أخطاء حتى في الاعتقاد. انتقد على ابن القيم رحمه الله تعالى وكلام نسب إلى ابن تيمية في مسألة فناء النار، انتقد على ابن خزيمة القول بأن الله خلق آدم يعني على صورة آدم نفسه، انتقد على جماعة من العلماء كلام في مثل هذا الجانب، ومن قال أن الله يعني رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في بعيني رأسي وكذا، انتقد على كثير من هؤلاء كلام في مثل هذا الجانب، وما ظلوا وبقوا على ابن خزيمة إمام الأئمة. أثر عليهم ذلك؟ ما أثر، لأنه لم ينبني على إيش؟ على المعاندة، ما عاند الحق. طيب، قال إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ. والله يا أخوانا كأني أشهد بقريش بالعلم بأن هذا كلام الله أكثر من هؤلاء الضالين، لأن الافتراء لا يكون على شيء مخلوق. يعني أنه افترى على الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يتكلم وهو يأتي من عنده بكلام، ها؟ هذا افتراء. إذن كأنهم يقولون أنت تقول كلام الله، وقع له كلام من؟ كلامه. وربما قال بعضهم كلام جنيك. يعني ايش الفرق بين ما نقول كلام جنيك وكلام ملكك؟ حتى اللي ارتقى شوي وقال انه كلام جبريل، يعني ايش الفرق بينه وبين ما نقول كلام جني؟ ها، في النهايه هو كلام مخلوق، نسال الله العافيه والسلامه. وبالتالي حتى شهاده هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل يشهدون بان الذي جاءهم كلام الله. واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وعندنا موضعان لإثبات الإسناد، يعني إسناد الكلام إلى الله. أحدهما يدل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم به إلى جبريل، والثاني أن جبريل نزله على النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هذا ايش؟ نقل جبريل عن الله. والثاني
على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك. وهذا فيه إيش؟ أن جبريل أنه نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعه إياه، وهذا هو المقصود على قلبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه بلسانه ويتلفظ به ويقع في قلبه فيحفظه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يجمع بين السماع والتلفظ من أجل إيش؟ تمكين الحفظ، فيستقر في قلبه. سنقرئك فلا تنسى. إذن فالإسناد، الإسناد القرآن الذي تقرأه أنت هو أشرف إسناد بالنسبة للقرآن. لماذا؟ لأنه ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى في النهاية. يعني أن تقول عن شيخ فلان وفلان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة سبحانه وتعالى، وليس عن بيته العزة، وإنما عن رب العزة. أن نحن لا ننقل عن لوح أو كتاب، وإنما ننقل عن رب الأرباب سبحانه وتعالى، يعني على تحفظا على هذه الكلمة لمن لم يفهمها، لأن كل إنسان رب باعتبار موضعه. قال: قل نزله روح القدس، وهذا لشرفه ونزاهته، يحمله لطهارته. القدس تدل على الطهارة، من ربك، وفيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما قال من رب العالمين، ولا قال من ربي روح القدس من ربه، وإنما قال من ربك، ليشير إلى أن منتهى القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا صارت الإسناد من الله إلى روح القدس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة من ربك. وهذه أعظم مراتب الربوبية، يعني هذه أشرف مراتب الانتماء والإضافة. ربوبية الله سبحانه وتعالى إلى، يعني إضافة ربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي أعظم مراتب الشرف في نسبة الربوبية وإضافتها. واضح هذا الأمر؟ فلا يوجد أشرف من هذه المرتبة بالنسبة للربوبية، يعني إضافة الربوبية. ما أحد يتشرف بأنه رب العالمين، لأننا بعض العالمين، صحيح؟ ولكن لما يقال ربك للنبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يحصل له مثل هذا الشرف؟ نحن نقول ربي، أما هو يقول لي أنا ربك، هذا إيش؟ يعني الشرف، لا إله إلا هو، لا رب سواه. نعم. ليثبت الذين بالحق، ليثبت الذين آمنوا، وهذا يدل على أن الذين يثبتون على مراد الله في ذلك هم الذين آمنوا. الكلام ليس عن طائفة ولا عن حزب ولا عن فئة، وإنما هذه الفئة هي الذين آمنوا. وهدى، فالقرآن يتضمن الهدى الذي فيه النور والبيان والوضوح والعلم، وبشرى للمسلمين، فكل مسلم منتفع من ما جاء في القرآن إذا عمل به ووافقه. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذه من الصواعق، هذه من الصواعق المرتلة على الجهمية المعطلة. إذن القرآن ليس تعليم بشر، يقول لك طيب هو تعليم ملك، يعني إذا لم يكن بشرا ولم يكن كلام بشر، إذن هو كلام إيش؟ ملك. يعني هل المقصود الخروج من المخلوق ولا الخروج من البشرية فقط؟ ها؟ طيب. قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هل الذي يعلمه هو المتكلم ولا الناقل المعلم؟ ها؟ الذي يعلمه الناقل المعلم، يعني يعلمه العلم الذي أوحي إليه. وهناك ما يقصف عليهم قصا أعظم من هذا، قال الله تعالى: إنه فكر وقدر. يعني صور إنسان وصل إلى درجة التدبير والتفكير إلى أن وصل إلى غاية، ما هي الغاية؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. انتهى الكلام. سأصليه سقر. يعني الإنسان غاية ما يصل إليه الحقيقة، يعني يكاد شعر بدن يقف، غاية ما يصل إليه من العدوان على كلام الله أن يقول هذه الكلمة، ليس قول المخلوق، ليس قول البشر. فمن قال كما قال الطحاوي، فمن قال إنه قول البشر
فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وتوعده بسقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه الآية يختم الكلام عن مسألة كلام الله، ونحن لم نفصل كثيرا، نحن تكلمنا عن بعض ذلك، وهذه الآيات دالة على الأنواع التي ذكرنا، وإنما نريد أن نعرف أصول عقيدتنا في هذه العقيدة. أما الرد على المتكلمين والكلام في ذلك، تفصيل أقوال السلف في هذه المسائل، ما أكثره وما أعظمه وما أجمله وما أحسنه كثير، والثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الكلام عن كلام الله هو شيء كثير وجملة كبيرة جدا، لو جمعت في من كتب أهل السنة لاجتمع لنا سفر عظيم جدا في إثبات كلام الله. ثم كل آية من القرآن فهي من الأدلة على كلام الله، لأن كل القرآن كلام الله، ومن يحمل القرآن ويقول هذا ليس كلام الله فهو كافر. لكن القوم لا يجرؤون أن يواجهوا الناس عند التعريف فقط، يقول القرآن هو عبارة عن كلام الله، ما شاء الله، يعني إيش؟ فالناس يقول لك هو عبارة عن كلام الله، إيه عبارة عن كلام الله؟ ماذا تقصد؟ هو كلام الله ولا غير كلام؟ لا، هو عبارة عن كلام الله. طيب القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ يقول لك معناه غير مخلوق، واضح الهروب؟ لا يريد أن يجيب، لأنه إذا قال بذلك لا، كل الأمة أجمعت على كفر من قال بخلق القرآن، فهو يهرب من هذه القضية. تكون صادقا يا، إذا كنت لست صاحب هوى ولست معاندا، أصدق ما في نفسك. منهم من التزم وقال أنا أقول القرآن مخلوق، منهم من التزم هذا الأمر وقال أنا أقول بأن القرآن إيش؟ مخلوق. طيب سؤال، هذا القرآن الذي هو كلام الله يمكن أن تزينه وأن تحسنه؟ كلام الله، ها إيش؟ يعني ممكن واحد يكون صوته كالجرافة، عارفين الجرافة لما تمشي، فلما يقرأ الناس يقول لك يا أخي ما بدي أسمع، فممكن أن يبغض الناس بإيش؟ بكلام الله. واحد آخر صوت جميل وعذب، فيقول والله أنا أحب أن أسمع القرآن، ما قبل شوي ما كان يريد أن يسمع القرآن. فأنت إما أن تحبب الناس، لذلك قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يعني يجوز تحسين القرآن، ها؟ وذلك أبو موسى الأشعري إيش قال لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حسن تصديق؟ إيش قال؟ لحبرته لك تحبيرا، يعني يمكن تحبير القرآن، واضح؟ يا جماعة والله لما أنا يعني لولا أننا محصورون في وقت وكذا فلا نحب أن نخرج من كلام عن كلام الله. عندما أتذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل ويقول للناس من يحملني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قومي قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. هذا الكلام تقول كلام مخلوق؟ شعورك بأن النبي عليه الصلاة والسلام بذل، أحمد رضي الله عنه نال لقب إمام أهل السنة لما بذل نفسه من أجل الله عز وجل في كلام الله، وكان حفظ مسألة كلام الله هذه سببا في حفظ بقية العقيدة، أسماء وصفات وغيرها، لأنك تحذو به حذو بقية إيش؟ الصفات. لو قال واحد علم الله مخلوق فالكلام نفس الشيء، لو قال رضا الله مخلوق كذلك، لو قال في أي صفة من صفات الله كذلك حفظ هذا. هذا الرجل الذي يعني مرت به هذه الفتنة وهذه المحنة وصبر، وهؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الإبقاء والثبات على كلام الله، وأولئك الذين يعني وروا مع أنهم قد عملوا برخصة، منهم من ترك حديثه ومنهم من هجر بعد ظهور السنة، لأن هذه العقيدة لا بد من الثبات عليها. كل شيء يمكن يساوم عليه إلا الدين، كل شيء له ثمن إلا الدين، فتذهب الأرواح في سبيله وتذهب الأموال والدماء، كل شيء، الأولاد والأهل وكل شيء يفدي الإنسان الدين ولا يعاتب لولا. فإذا كان الكلام عن الحلال والحرام كذلك، فكيف الكلام عن أسماء الله وصفاته وعن توحيد الله؟ أنبياء قتلوا من أجل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني يحكي نبيا من الأنبياء قتله قومه يمسح دمعا
ضربه قومه ويمسح الدم عن وجهه يقول ربي اهد قومي فانهم لا يعلمون، او ربي اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ثبات على الدين. ويموت الانسان من اجل كم قتل من انبياء بني اسرائيل من اجل هذا الدين. فتذكر لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام من يحملني الى قومي حتى ابلغ كلام ربي فان قومي قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. شعورك بقرب هذا الكلام منك كلام ربي. انظر انت الان تقرا القران، كم مره قرات القران؟ اكثر واحد فينا قرا القران الان. لو قيل له يعني خذ جانبا بعد المجلس واقرا ستجد يجد في عذوبه هذا الكلام وكذا. بينما عدد هذا القراءات التي لو قرات اي شيء اخر مهما كان عذبا لا يمكن ان تحتمل ان تستمر في اعاده قراءته. والواحد منا حال مرتحل عندما ينتهي من القران، يعني يتمنى انه لو يبدا مثلا بسوره الفاتحة قبل أن يعني ما يقف عند سورة الناس حتى يكون بدأ بالختمة الجديدة. الصحابة رضي الله عنهم كان ينزل القرآن في مكة وينتظرون يتربصون، نزل القرآن فيجتمعون ماذا نزل ويكتبون، لذلك حفظ لا يمكن نسيان القرآن الكريم. فرق. فالآيات تنزل كأن الآية من الآيات، عضو من الإنسان وأكثر يحفظه. كيف يحفظ الإنسان أعضاءه؟ يحفظه أكثر منها. كيف ينساها بعد ذلك ويفرح؟ فإذا أنزل القرآن فرحوا لنزول القرآن. وإذلك كان ينزل القرآن في المدينة وأهل الإيمان تقشعر له جلودهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله، والمنافقون ينزل عليهم كأنه يشفي كأنه عمى كأنه يصب في عليهم العذاب كأنه عذاب. هذا كيف يشبه بكلام الخلق؟ هذا الكفر. يعني بعض الناس يكون عنده عاطفة لقتل بعض المسلمين، يكون عنده عاطفة لانتهاك الأعراض، يكون عنده عاطفة لأخذ البلاد والأراضي وعندما يسمع مثل هذا الكلام لا يكون عنده عاطفة. إيش هذا؟ انظر إلى عاطفة الإمام أحمد في أي شيء كانت. هذا الإمام من يستطيع أن ينازع في إمامة الإمام أحمد؟ لا ينازع فيها إلا أهل الضلال، حتى الأشاعرة يثبتون له الإمامة، حتى المخالفون لمنهج السلف يثبتون له الإمام. أما الذين لا يثبتون له الإمام مثل المعتزلة وكذا يقول لك هذا راوي حديث، لم كانوا يخالفوه لأنه قمع بدعتهم وانتهى بسبب ذلك. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، وحاولوا الكلام عن النظر يعني في أقصى الحدود، نحاول أن نمشي فيه لأنه لو وقفنا فيه فقد يكون أشد علينا من كلام عن كلام الله. فيعني أريد أن تحضروا جيدا كذا حتى نمشي إن شاء الله تعالى فيه. صلى الله وسلم وبارك على